في رعي الأغنام يعمل بعد أن تقطعت به سبل الحصول على عمل يعيله عائلته التي نزحت إلى بغداد من كركوك ليتخذ من هذه المدن العشوائية محل سكنى له. رغم غياب الحياة الصحية هنا وانعدام الخدمات، إلا أنه متمسك بالبقاء فيها، فلا يملك من العراق شبرا يأويه كما تحدث لنا أبو فلاح. والله بالنسبة للسكن تعرفين هذا معسكر، معسكر رشيد، عشوائيات كما تقول، تجاوز تعتبر. الوضع صعب هنا، العيشة صعبة، شغل ماكو، عمل ماكو، فاتجانا لهلا نقول هل نطارد وراها الحيوانات. ها هي صارت عيشتنا تقريبا، لا شغل ولا عمل. من صارت هاي مال الاحداث وهاي داعش وقاموا يفجرون وهاي، جينا اللي جاي. اي يعني احنا مهجرين بالاصل، اي مهجرين ترى، انا حس عده هويه مال مهجرين. تهجرنا من كركوك، احنا تهجرنا غصبا، فلشوا بيوتنا فجروها وجينا هنا قعدنا. هسه لحد الان انا قاعد بغرفتين عده تجاوز. 3700 موقعا عشوائيا حسب أرقام وزارة التخطيط يقطنها ما يقدر ب3 ملايين نسمة، وهي تتوزع على مختلف المحافظات العراقية، وللعاصمة بغداد الحصة الأكبر بنحو 1000 من المواقع العشوائية، تليها البصرة ب700 موقع. أغلب السكان هنا يعملون في نبش النفايات للبحث عن الخردة وبيعها، إلى جانب أطفالهم الذين سرحوا من مقاعد الدراسة وأخذوا يجوبون الشوارع للعمل أو التسول. صار لنا 11 سنة نحن بالمعسكر، وما عدنا أكو هيك لما بالستوتة هم عزل وفافون وهاي ونبيعه. زين أنتوا بنات شلون يعني تشتغلون؟ أنا كنت أشتغل بالجسر. ايش تشتغلين بالجسر؟ نبيع ماي، نبيع هذا البسكت ونمسح جام عليك. جبرنا ما عندنا سكن، احنا مو عراقيين، اصبحنا متجاوزين. هاي الكلمه اي واحد يجي متجاوز، تروح تراجع اي دائره انت متجاوز، فيحسسونك بان انت مو عراقي. مختلفون في الوانهم، متشابهون بالمعاناه. ضيق الحال قد أجبرهم على الانتقال والسكن في هذا المنفى كما أسموه، فلا مفر من القدر الذي رسم مستقبلهم المجهول. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.